أفادت وكالة الأنباء السورية بخروج عدد من الحافلات تقل الدفعة الثالثة من المسلحين وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى شمالي البلاد. وذكرت الوكالة أن الحافلات خرجت من بلدات بابيلة ويلدا وبيت سحم عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق، وذلك في إطار العملية الرامية إلى إنهاء الوجود الإرهابي في جنوب دمشق.